الصين تحاصر تايوان، وتايوان تدين التصرف العسكري الصيني المستفز. المناورات الصينية العسكرية أتت فقط بعد 3 أيام من أداء الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي القسم الدستوري. الصين لم تتوقف عن تحذير قوى استقلال تايوان من أن رؤوسها ستتحطم ودمائها ستسيل، وقد أكدت أن مناوراتها العسكرية حول جزيرة تايوان توجه تحذيرا جديا لتايبي. أعزائي الأوروبيون وبالتحديد البحارة البرتغاليون رأوا جزيرة تايوان لأول مرة خلال القرن 16، وتروي الأسطورة أنهم عندما رأوها صرخوا قائلين إلها فورموزا، أي ما يعني الجزيرة الرائعة. ولهذا السبب عرفت جزيرة تايوان في الغرب تحت اسم فورموز ولغاية نهاية القرن 20. هذه الجزيرة الصغيرة التي تقع في جنوب شرق آسيا في المحيط الهادئ تعتبر أكبر اقتصاد مصنع للرقائق المتطورة في العالم. تايوان أحبائي اقتصاد رأسمالي متطور جدا وفقا للبنك الدولي الذي يصنف هذا الاقتصاد كسابع أكبر اقتصاد في آسيا، وتحتل تايوان المرتبة 22 عالميا فيما يخص تكافؤ القوة الشرائية. التضخم الاقتصادي والبطالة منخفضان في تايوان، وفائضها التجاري كبير، أما احتياطها الأجنبي فهو رابع أكبر احتياطي في العالم. واليوم أصبح المستثمرون التايوانيون والشركات التايوانية من أهم المستثمرين في بر الصين الرئيسي وماليزيا وفيتنام والفلبين وتايلاند وإندونيسيا. وعلى عكس جارتيها كوريا الجنوبية واليابان، شكلت الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة مهمة في تايوان. منذ 90ات القرن الماضي وحتى اليوم يتميز اقتصاد تايوان بالليبرالية الاقتصادية مع التحقيق المتتالي للإصلاحات الاقتصادية المتعاقبة. أحبائي، تفصل جزيرة تايوان عن الصين مسافة لا تتعدى 140 كيلومتر، ويفصلها جغرافيا عن الصين مضيق فورموزا المعروف بمضيق تايوان، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من بحر الصين الجنوبي. هذه الجغرافيا لم تقرب سياسيا بين جمهورية الصين الشعبية وتايوان، فهناك صراع مزمن بين الجهتين، وقد ولد هذا الصراع بعد الحرب الأهلية الصينية. بالفعل تايوان تعرف نفسها بجمهورية الصين تايوان، في حين تعتبرها جمهورية الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتصر على تسميتها تايوان الصينية. فبكين مصرة على مفهوم صين واحدة، وترفض رفضا قاطعا الاعتراف بتايوان ككيان مستقل عنها وبتايبي كعاصمة لها. يعني تايوان عبارة عن أرخبيل من أكثر من 80 جزيرة، أكبرها جزيرة تايوان التي أعطت اسمها إلى مجموعة الجزر. مساحتها حوالي 36,000 كيلومتر مربع. نظامها السياسي جمهوري ديمقراطي يعتمد على تعدد الأحزاب، وفيها ينتخب رئيس الجمهورية ونائبه كل 4 سنوات لفترتين 2 فقط. وتايوان لها برلمان من 113 مقعد ينتخب كل 4 سنوات. أما عدد سكان الجزيرة فهو حوالي 24 مليون نسمة، ويشكل شعب الهان نحو 95% من التركيبة السكانية. وقد ظهرت هذه الجزيرة تاريخيا في السجلات الصينية ولأول مرة عام 239، عندما أرسل الإمبراطور الصيني مينغ كتيبة كاملة لاستكشاف المنطقة. وقد خضعت الجزيرة للاستعمار الهولندي، ثم خضعت لإدارة عائلة تشينغ الصينية، ثم للاحتلال الياباني،
عام 1895، ثم عادت إلى حكم الصين عام 1945 إبان الحرب الأهلية الصينية بين الحزب الشيوعي الصيني ونظام الجمهورية الصينية، حرب انتهت عام 1949 بتغلب الحزب الشيوعي الصيني برئاسة ماو تسي تونغ وإعلان قيام جمهورية الصين الشعبية طبعا الحالية. أعزائي، في عام 1950 تحالفت تايوان مع واشنطن في الحرب ضد الصين في كوريا، وفي عام 1979 أقامت أمريكا علاقات دبلوماسية مع بكين طبعا ملتزمة بسياسة الصين الواحدة، لكن هذا لم يمنع أمريكا من إقامة علاقات اقتصادية وعسكرية مع تايوان. وفي عام 1991 ألغت تايبي الإجراءات التي تفرض حالة الحرب مع الصين، وفي 14 مارس 2005 وقبل أول انتخابات رئاسية تايوانية بالاقتراع العام المباشر اعتمد قانون صيني ضد الانفصال ويقضي باللجوء إلى الوسائل غير السلمية في حال إعلان تايوان استقلالها. ورغم هذا القانون استأنف الطرفان الحوار ووقعا على سلسلة اتفاقات اقتصادية وسياحية. وبموازاة كل هذه التطورات، وفي نوفمبر 2020 أطلقت تايوان وأمريكا حوار شراكة الازدهار الاقتصادي، وقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين في العام نفسه 106 مليار دولار، وتعتبر بكين أكبر شريك اقتصادي في التصدير لتايوان، ذلك أن صادراتها تجاوزت 515 مليار دولار بين عامي 2018 و2022. أما تايوان فتهيمن على تصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، وإحدى شركاتها TSMC هي أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق، وتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 600 مليار دولار. أحبائي، بين عامي 2023 و2024 تصاعد التوتر حول تايوان بعدما استفزت الصين زيارة رئيسة تايوان تساي إينغ وين للولايات المتحدة في 5 أبريل 2023. الآن أصبحت تايوان تمثل ورقة ثمينة في الحرب التجارية والتكنولوجية الراهنة بين أمريكا والصين. إنها اليوم إحدى الحلقات الرئيسة ربما في الصراع الصيني الأمريكي، وأي تصعيد بين البلدين قد يشل العالم بأجمعه. الصين اليوم تهدد تايوان، وإن احتدم الأمر عسكريا بين الطرفين فإن ذلك مع فرضية غلبة الصين، فإن ذلك سيمنح بكين قوة لا تقدر لتتحكم بالاقتصاد العالمي. وبموازاة ذلك هناك أسباب بغاية الأهمية تجعل الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة وداعمة لتايوان، فهي تراها حجرا في الخاصرة الصينية تستطيع تحريكه كلما أرادت أن تفرض سياستها وآراءها في هذا المقلب من العالم حيث منافستها الرئيسة الصين. في المحصلة تايوان تحولت إلى بؤرة التوتر بين الصين ومحيطها، والكل لا يزال يذكر مؤخرا كلام الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: ستتحطم رؤوس قوى استقلال تايوان وستسيل دماؤها عندما ستصطدم بمهمة الصين العظيمة لتحقيق التوحيد الكامل. الصين تجري بين الحين والآخر مناورات عسكرية حول تايوان، ووزارة الدفاع التايوانية تنشر قوات بحرية وجوية وبرية للدفاع عن سيادة الجزيرة، والرئيس التايواني الحالي لاي تشينغ تي تصفه الصين بالانفصال الخطر. إنها طبعا أجواء نزاعية وقد تؤدي إلى حرب ممكنة بعد انزلاق إحدى الجهتين. في الخاتمة، تايوان تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1949، والرئيس التايواني الحالي
يصف ما تقوم به الصين بالترهيب السياسي والعسكري ضد تايوان على حد تعبيره طبعا. وهذه الأجواء تغذي من دون شك ذرائع واحتمالات حرب صينية تايوانية يراها كثيرون ممكنة وستكون مقبلة مهما تأخر الزمن، وسط نزاع مصالح بين قوى كبرى يدفع ثمنها عادة قوى أصغر على الساحة العالمية. تصبحون على حرية من أنا الشعب وشاشة المشهد.